بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونرجع لفيديو جديد، والنهاردة هنعمل الشاورما على طريقة سفرة سوما، وهنعمل الكريب على طريقة سفرة سوما. يلا نشوف مقاديرنا ايه. معانا ربع كيلو من صدور الدجاج، ومعانا معلقة من الخل، ومعانا معلقة ليمونة، يعني مقدار معلقة برضو. ومعانا هنا دي التوابل، عبارة عن ثوم بودرة، بصل بودرة، زعتر، توابل فراخ، بابريكا، ملح، فلفل أسمر، من كل حاجة ربع. ومعانا الزبادي. هنجيب البولة بتاعتنا وهننزل فيها الفراخ، وهنزل عليها بسم الله اللهم بارك لنا في طعامنا وقنا عذاب النار التوابل بتاعتنا، بسم الله، والليمون والخل، وهنزل بسم الله بالزبادي. هتبلها كويس بالتتبيلة بتاعتنا دي، وما تزوديش الملح قوي عشان الليمون والخل، وهسيبها في التتبيلة دي حوالي ساعة. عايزة تقعديها اكتر قعديها، بس انا هسيبها حوالي ساعة. بسم الله اللهم بارك لنا في طعامنا وقنا عذاب النار، بسم الله. وبكده اكون خلصت تتبيله الشاورما بتاعتنا، هسيبها ساعه وهرجع لك ونشوف هنعمل ايه. اوعي تروحي في حته. ورجعنا علشان نعمل عجينه الكريب. معانا كوبايه من الدقيق، كوبايه ميه، واحتمال نحتاج ربع كوبايه، ومعانا بيضه، ومعانا معلقة لبن بودرة ده اختياري، فلفل أسمر أقل من ربع معلقة، ومعانا الملح. بصي بقى، هو أحلى كريب زي بتاع بره بالظبط، اللي بيتعمل بالمية ما بيتعملش باللبن، لأن انتي ما بتحطي فيه لبن اللبن بيطريه، لكن اللي بيخليه مقرمش هو ان العجينة بتاعته بتتعجن بالمية مش بتتعجن باللبن. يلا بينا. هنا في بولة هننزل بالبيضة بتاعتنا، بسم الله اللهم بارك لنا في طعامنا وقينا عذاب النار. هنزل بالملح والفلفل الأسمر، بسم الله، هضربهم كويس، بسم الله اللهم بارك لنا في طعامنا وقينا عذاب النار. أنا كده ضربتهم، هنزل بالمية، بسم الله اللهم بارك لنا في طعامنا وقنا عذاب النار. هروح نازله بالدقيق بتاعي. وعلى فكره حاولي تعملي الكريبايه تكون خفيفه علشان تبقى هشه ومقرمشه معاكي، ما تبقاش تخينه. بسم الله، هنزل باللبن البودره. اللبن البودرة انا حطاه بس عشان يديني طعم، اللهم بارك لنا في طعامنا وقنا عذاب النار. شايفة القوام ده؟ لا، القوام ده كده تقيل. انا هاخد حوالي ربع كوباية مية، بسم الله، شايفة القوام بتاعها بقى عامل ازاي؟ انا عايزة القوام كده اهو، لا هو خفيف مية ولا هو تقيل بانكيك، بالمنظر ده، ده القوام اللي انا عايزاه.
في ناس بقى ممكن تحط كركم لو هي عايزة اصفر، في ناس ساعات بتحط بابريكا لو عايزة احمر، في ناس بتحط زعتر، في ناس بتحط فلفل وخضار. الاخوة المغاربة بيحطوا خضار، شبت وبقدونس، برضو بيبقى طعمه حلو. بس النهارده احنا عاملين الكريب بالطريقه العاديه جدا اللي هي طريقه المحلات. اهم خطوه بقى في كده ان انت تصفيه، حتى لو انت شايفاه ان هو مش مكلكع، ضروري جدا 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 ان انت تصفيه. هاجي هنا في المعيار بتاعي، بسم الله، وهبتدي ان انا اصفي الخليط اللي انا عملته عشان ما يكونش فيه اي تكتلات، لان لو حصل فيه اي تكتلات الكريب بتاعك هيبقى مكلكع وهيبقى مش لذيذ. بصي رغم ان احنا ضاربينه اهو، بس كان فيه بعض من التكتلات كده. الكريب بقى تمام قوي معانا اهو، هسيبه ربع ساعة يرتاح وارجع لك نكمل مع بعض. ورجعنا مع بعض في طاسة على النار. هنا انا مسخنة الطاسة قوي، وهادي انزل بالكريب بتاعي، بس اسيبها تسخن شوية. وارجع اهدي النار، ابتدي انزل بسم الله في النص كده، ارفعها من على النار عشان اقدر اتحكم في الكريب. بسم الله، انا مش عايزه الكريب يكون تخين، يا دوبك الكميه اللي احنا عملناها دي هتعمل لنا في حدود 2 او 2 وواحده صغيره. شايفه بقى، ههدي النار خالص خالص جدا وهردها على النار. شايفه اللون اللي بيغمق بكده؟ بتكون الكريبايه بتاعتي ابتدت ان هي تستوي، وهي ما بتاخدش وقت طويل قوي على النار. شايفه في النقطه البيضة دي؟ بسم الله، لسه شويه. اسيبها على النار والفها كده، اما اجي افكها الاطراف وهزها كده الاقيها اتهزت، اعرف ان هي استوت معايا من تحت. هبتدي ان انا بسم الله هبتدي اقلبها، بسم الله بالراحة جدا عشان ما تقطعش مني. بسم الله اهي، هسويها من على الجنبين واكمل باقي التسويه وارجع لك عشان ما اطول عليك. ورجعنا مع بعض بعد ما خلصنا الكريب بتاعنا، والكميه اللي احنا عملناها عملت لنا 3 كريبات بجد في منتهى الجمال، بتخليه وتغطيه ومش هنستخدمه غير ما يبرد خالص. وجينا هنا في طاسه فيها الماده الدهنيه بتاعتنا، بسم الله، وهبتدي انزل بالفراخ بتاعتي. ايوه انا حطاها كده بالزرايز اللي فيها، بسم الله، وهبتدي اوزعها كده في الطاسه ومش هقلبها انا، بس كل اللي انا بعمله ان انا بوزعها بس في الطاسه اهي، مش هقلبها الا لما تاخد لون من تحت، تجيب السوائل بتاعتها وتشربها وتاخد لون، هبتدي ان انا اقلبها، بس طبعا هفصل عشان مش اطول عليك. وبكده تكون اخدت لون من تحت، هنبتدي ان احنا نقلبها. عايزه اقول لك بجد الريحه وهم وهم وهم. هسيبها كده لحد ما تشرب
ميتكم دقيقتين بالظبط وارجع لك. وهاجي في الوقت ده وهنزل بالبصل بتاعي. البصل يا جماعه ما بيتحمرش، يعني انا مش بحطه فيها لحد ما هو يتحمر، لا انا بس كل اللي انا عايزاه منه ان هو يذبل عبال ما تكمل ان هي تشرب ميتها، يكون البصل دبل معايا زي ما انت شايفه كده. انا مش عايزه البصل ان هو يتحمر، انا عايزاه يدبل بس. بسم الله اللهم بارك لنا في طعامنا وقنا عذاب النار. عندي فلفل الوان بس مش فريش في الفريزر، هروح نازله بيه وهقلب كل ده كويس جدا يا دوب كده. الشاورما بتاعتنا خلصت، هسيبها بس دقيقتين على النار. الخضار بتاعنا يدبل وانا مش بحط عليها طماطم، يا دوبك هي الخضار هيدبل يبقى كده الشاورما بتاعتنا خلصت. وبكده اكون خلصت الشاورما بتاعتي اهي، شايفه جمالها وشايفه هي ما فيهاش دهون خالص ازاي، انا مش مخليه فيها دهون اهي، كنت حاطه ماده دهنيه قليله جدا، وطبعا عشان هي في طاسه تيفال فهي الحمد لله ما لزقتش اهي. شايفه البصل يعني بيبقى فيه قرشه خفيفه كده، هسيبها لحد ما تبرد هي والكريب وارجع نكمل باقي حلقه الكريب والشاورما. اوعي تروحي في حته. ورجعت معاكي تاني، وزي ما انت شايفه بسم الله ما شاء الله الكريب بتاعنا في منتهى الجمال، شايفاه طري ازاي؟ بصي طري، بصي في منتهى الجمال. عملت معانا 3 كريبات، كوبايه الدقيق اللي احنا عملناها هنيجي في الطاسه بتاعتنا وهننزل فيها بنقطه من الزيت، وهنروح مسحينها كده بالمنديل وهنشغل النار. بسم الله وتكون هاديه جدا، انا عايزه النار تكون هاديه جدا كده. وهبتدي اجيب الكريبايه بتاعتي. بسم الله اهي. بص هما يا جماعه يعني في ناس بتروح تانياها كده وتحط الحشوه هنا وتقفل، لا انا بحب احط الحشوه وهي مفتوحه كده. هبتدي انزل بالمايونيز والكاتشب، انا بحب احطهم واقلبهم على بعض كده اهو. بسم الله اللهم بارك لنا في طعامنا وقنا عذاب النار. وبروح جايبه الجبنه الموتزاريلا، عندك مش عندك حطي اي نوع جبنه، وممكن تستغني عنها خالص. واروح جايه نازله بالحشوه بتاعتي اهي، انا عايزه احط الحشوه كده، مش عايزه حاجه بس تيجي في على الاطراف اهي. بسم الله اللهم بارك لنا في طعامنا وقنا عذاب النار. واجي انا بحب احط عليها جبنه رومي، بقطعها عليها كده اهي. خلاص كده الحشوه بتاعتي تمام قوي، باجي اروح جايبه كده، سوري بس نسيت اقول لكم على حاجه، وانا بحط انا باجي في النص وراح قاسمه كده اهو، باجي اروح عامله الحز في النص ده كده
بروح قلباها كده اهي. بسم الله اللهم بارك لنا في طعامنا وقنا عذاب النار. وبروح عاملاها كده. عايزه تحطي الحشوه بالطريقه اللي انت عايزه تحطيها براحتك. انا برضه هوريكم الطريقه العاديه اللي هم بيعملوا بيها. يبقى انت شفتي كده الطريقه بتاعتي اللي انا بحب اعمل بيها. بسم الله هقلبها كده. هبتدي بقى ان انا انشفها وارجع لك. قول كده اكون حمرتها من كل الاجناب. بسم الله هروح احطها كده على الفايل. واو واو تخونة. شايفه الشكل؟ شايفه المنظر؟ بجد بجد وهم وهم وهم. هسيبها في الفايل بتاعها وهاجي امسح الطاسه بالمنديل اللي فيه الزيت وهنعمل الكريبه الثانيه بالطريقه المعتاده اللي الناس بتعمل بيها. الناس بتروح عاملة كده، تحط الكريباية كده. بسم الله هدي النار خالص. مثلا بتروح حاطة بقى مايونيز. في ناس ما بتحبش تحط المايونيز والكاتشب على فكرة، بس أنا بحب المايونيز والكاتشب جدا. أهو تروح حاطة كده، تروح حاطة الجبنة في النص كده. بسم الله روح واخده الفراخ حطها اهي كده وادي الجبنه الرومي بتاعتنا. بتروح قافله كده اهي وتروح جايبه الثانيه دي كده. بس كده خلاص. في معاكي الطريقه اللي انا وريتها لك اللي انا بحب اعمل بيها عشان ما يبقاش في فتحه من تحت كده واما اجي اقلبها او فوق كده واما اجي اقلبها تضايقني. بسم الله امر طبيعي ان انا اما اجي اقلبها كده هيقع من الحشوه، انما الاولانيه انا عملتها ما وقعش اي حاجه من الحشوه خالص. فانت معاكي الطريقه دي ومعاكي الطريقه دي. وبرده هسويها على الجنبين واحطها في الفايل وارجع لك اما نخلص خالص. ورجعت معاكي بعد ما خلصنا الكريب بتاعنا. عايزه اقول لك بجد بجد شكله حلو قوي، ومعانا الكاتشب والمايونيز والفلفل طبعا والزيتون، عندك خيار مخلل جزر اي مخللات معاه. احلى كريب شاورما بجد ريحته تحفه. اتمنى ان انا اكون بفيدكم ولو بمعلومات صغيره، واتمنى ان انتوا تجربوا وتقولوا لي رايكم فيها ايه وتقولوا لي في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد، واللايك والشير. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.